السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم معنا كده إن شاء الله في يونت 8، الوحدة الثامنة، ودي وحدة من الوحدات برضو المهمة، بيتكلم عن الروبوتس. شوفوا كده مع بعض. طبعا التمارين اللي هي بادئة من بيج 23، صفحة 23. شوف كده مع بعض. أول جملة هايبريد فيكل، لأول كلمة يعني هايبريد فيكل هي an invention using both petrol and electricity to drive the engines. تمام، لأن المركبة تكون تدور بالبنزين وبالكهرباء في وقت واحد. طيب نمبر 2، a machine which with an engine used، يعني which is used، اسم مفعول، to take people or things from one place to another. طبعا ده التعبير بتاع كلمة ايه، like a car او bus او lorry. طبعا دي كده تعريف كلمة vehicle اللي هي طبعا مركبة. تمام. Number 3, your face is so not with me. Have we met somewhere before? طبعا يبقى وجهك مألوف او معتاد بالنسبة لي، هي كلمة familiar الاختيار الرقم دي. نمبر 4 بيقول لي ماركس اند تي، ماركس هي الدرجات يعني، اند تيتشرز كومنتس، وتعليقات المدرسين، بروفايد بقى للستودنتس، الطلبه طبعا بتقدم فيدباك، تغذيه راجع تعرفهم الحاجه دي صح الحاجه دي خطا وهكذا. نمبر 5، اي لايك تو يبقى وذ انجلش سبيكينج بيبول، الناس بتتكلم اصلا انجلش، تو امبروف ماي عشان احسن اللغه، طبعا ادردش اتكلم معاهم يبقى تشات. انما التانية ديت تشيت، دي يعني ديسيف او تريك، يخدع او يغش، حاجة تانية. نمبر 6، with a single يبقى on computer mouse you can log on to the internet، طبعا with a single click. نمبر 7، am not a software on your smartphone، طبعا ده اي تطبيق، يبقى ده تعريف كلمة اب، كلمة اب رقم سي. نمبر 8، the word now is a synonym، المرادف لي discover، discover يكتشف، بتساوي ايه في دول؟ طبعا find out، find out، بما انه طبعا يخترع، في فرق طبعا من الاكتشاف والاختراع احنا عارفين. فابريكيت بقى يفبرك حاجه، يعني صنع حاجه، يالف حاجه، زي ميك اب برضه اللي هي الاخيره دي. نمبر 9، to get not is to travel from place to place، يتجول من مكان لاخر، أو spread ينشر شيء، أو بيرسويد يقنع، شايفين كذا معنى، أو overcome يتغلب على، أو avoid يتجنب، كل دي معاني لـ get around، كل دي معاني لـ get around، خلي بالنا من كذا معنى الموجودين في الجملة دي. جي بي اس means طبعا global، نبقى positioning system، ما تنفعش positioned ليه؟ هو السيستم هو اللي بيحدد الموقع، يبقى اسم ايه؟ فاعل، اسم الفاعل هو الـ ing. Now positioned يبقى اسم مفعول. تمام كده؟ لو انا مثلا بقول الموقع اللي تم تحديده في المكان الفلاني، يبقى the location positioned، يعني which is positioned. تمام؟ دي كده يبقى اسم ايه؟ مفعول. يبقى الـ ing اسم فاعل، انما الـ past بالصرف الثالث طبعا دايما اسم ايه؟ مفعول. Students should be encouraged، يجب ان يشجع الطلبه انهم يستخدموا ايه بقى، as a resource of information، كمورد او مصدر للمعلومات، طبعا the internet. There is an increase in the use of، في زياده في استخدام ايه بقى، in the car manufacturing industry، في عمليه تصنيع السيارات، manufacturing دي تصنيع، طبعا استخدام الروبوتس اللي هي اجهزه الانسان الالي. Number 13, well, it is not easy, not mountain roads in the fog. يبقى navigating الاختيار الأولاني برضو اسم فاعل، مش سهل إن أنا أحدد الطرق الجبلية in the fog، في الضباب يعني. Global اللي هي رقم 14، 14، global communication has been transformed، تحول أو ضاير، by the not of the internet، طبعا بواسطة ايه، او بسبب طبعا the invention of the internet، سبب اختراع الانترنت.
a competition in which مسابقة اللي فيها you answer questions. طبعا المسابقة في دول طبعا كلمة quiz. quiz اختياري الأخير. number 16 بيقولي my brother has traveled طبعا abroad for business سافر للخارج. air نقط is very important on summer days مهم في أيام الصيف. يبقى air طبعا conditioning عملية التكييف يعني. air conditioning. طب ليه مش condition؟ condition دي مكيف صفة مش عارف الجملة هنا عاوزة ايه؟ noun. تمام كده؟ I'll take this laptop. بقولي انا هاخد اللابتوب ده هشتري يعني. even if it's expensive حتى لو غالي. عشان كده بأكد بقول it is worth buying. شيء يستحق الشراء. ودايما be worth بيجي بعدها gerund الـ ing يعني. تمام كده؟ number 19 بقول don't get too nervous يعني ما تتوترش. you should have self control لازم يكون عندك ضبط النفس. the train has arrived at a طبعا distance بقول القطر ظهر على بعد. I can see it. تمام at a distance يعني على بعد. تمام انما an instance دي يعني example دي حاجة تانية. طب one of my friends live in a not area عايش في منطقة بقى عشان كده I rarely visit him نادرا او ازوره. يبقى عايش في منطقة بعيدة او نائية لكن طبعا remote area. all electrical equipment كل المعدات الكهربائية must be kept away from water يجب نبعدها عن الماء. my wife has described what happened وصفت اللي حدث بكل دقة. يبقى exactly اللي هي رقم B ظرف طبعا. I got up rather late صحيت متأخر نوعا ما. but not the train came late لكن ايه بقى القطر جه متأخر. so I caught it عشان كده لحقته. يبقى من حسن حظي. يبقى fortunately اللي هي الاختيار الثاني. fortunately يعني luckily. number 25 25 once the paper is positioned correctly once هنا يعني زي as soon as يعني بمجرد ان انت بتحط الورق صح the printer او printer should print with no problems تبقى تضع في مكانها يبقى position طبعا بسف هي اللي هتوضع. طيب يو 26 بقى بيقول لي you seem tired باين عليك مرهق. just sit down يعني فقط بس اقعد and طبعا relax for half an hour. number 27 do you think that fizzy drinks اللي المشروبات الغازية يعني harm our immune system هل تعتقد ان هي بتضر الجهاز المناعي؟ طبعا immune system جهاز المناعي. 28 a student should not under study طبعا should concentrate on يجب يركزوا في الدراسة بتاعته. the not of corona outbreak طبعا outbreak تفشي او انتشار may be disastrous ممكن يكون شيء كارثي صفة من disaster all over the world طبعا عواقب التفشي او الانتشار عواقب اللي كلمة consequences اول اختيار. number 30 I've downloaded a not scientific research scientific research طبعا يبقى انا حملت بحث علمي consequential يعني consequential very important يعني. wealthy people الاثرياء live in not while other بينما الاخرين عايشين في abject poverty فقر مدقع يعني فقر شديد زي ما بنقول طبعا يبقى دول عايشين in luxury لا يعني luxury عايشين عيشة مرفهة يعني او في طرف بينما الاخرين في فقر مدقع. the formal not of the government is that there are some coronavirus cases يبقى الاعلان الرسمي للحكومة ان في بعض حالات الكورونا الاعلان الرسمي الحكومة يبقى formal statement الاختيار رقم C. number 33 it's really not to interrupt others انك تقاطع الاخرين ويلتقوا ما بيتكلموا يبقى ده شيء يضايق annoying شيء نفسه اسم فاعل ما مش كلام برضو annoyed للشخص بقى ده حاجة تانية او اسم مفعول يعني. try to
benefit from، حاول تستفيد من others experience as much as you can. My mobile needs to be، ايه بقى؟ لانه it is about، على وشك ان هو switch off، يفصل، يبقى محتاج يتشحن، اللي هي recharged. Recharged. I've learned a lot، تعلمت كتير about the English، طبعا culture، الثقافة الإنجليزية، through، من خلال reading literature، من خلال الأدب بتاعهم. My uncle is a really cultured person. يعني cultured person، طبعا شخص مثقف، who is acquainted with، على دراية بي أو على علم بي، many writers master with، بكثير من روائع الكتاب. Number 38. There is a great between Egypt and England customs، يعني الأعراف أو التقاليد أيضا مختلفة، يبقى في فرق أو خلاف، ها، اختلاف ثقافي، لا cultural difference. يبقى هنا cultural عشان ده شيء ثقافي، cultural الأولاني، إنما اللي فاتت كان بيرسون شخص، فاخترنا مين؟ cultured شخص مثقف. 39. Excuse me، could you tell me the، طبعا direction to the citadel، الاتجاه اللي مودي لي citadel، القلعة. 40. When we not we shouldn't lose our hope، لا يجب أن نفقد الأمل أو will، الإرادة. try again and again، يبقى عندما نفشل في أي شيء، يبقى when we fail، fail طبعا الأولانية، إنما التانية feel يشعر، تالتة fall أو falls اللي هي يقع، في طبعا يترم حاجة تانية. Bear in mind، يعني ايه bear in mind؟ ضع في اعتبارك ان time not can't be regained، can't be regained يعني لا يمكن استعادته او استرداده، يبقى الوقت اللي يضيع يعني، يبقى time، ها، lost برضه، يعني time lost يعني time which is lost، اسم مفعول زي ما اتفقنا من شويه. My grandfather has a strong memory، عنده ذاكره قويه، ليه؟ لان he rarely forgets every anything، نادرا ما بينسى حاجة، يبقى عنده ذاكرة اللي طبعا ميموري. الأخيرة دي أرمر، أرمر دي يعني درع أو شيلد، زي شيلد يعني، اس اتش اي اي ال دي، درع. زي أقول مثلا our armed forces، قواتنا المسلحة، are our armor أو shield that defends our country، تدافع عن الوطن. 43 عفوا، if you بوت ايس اوت اوف ذا، طبعا فريدج، لو حطيت خارج الثلاجه اللي بيحصل؟ ات ميلتس، بيذوب او بينصهر. This is a not hotel، it's expensive but very comfortable، يبقى ده فندق فخم، اللي هي لاكشرس، ثالثه طبعا صفه رقم سي، تمام؟ انما اللي قبلها دي لاكشريز، جمع لاكشري نون، انما الجمله عاوزه صفه. هارد ورك نقط تو سكسس، بقول العمل الجاد يؤدي الى النجاح، طبعا يؤدي الى ليدز تو، وذيس از ا جنرال رول، قاعده عامه في الحياه. تو فايت بولوشن، لمواجهه التلوث. وي نيد اويل وذاوت، محتاجين بنزين بدون ايه بقى؟ ليد، ايه ليد هنا؟ ماده الرصاص عشان التلوث يعني. اكزام، ليد يؤدي الى اللي فات، انما ليد هنا ناون. اكزامز ار اولويز، الامتحانات دايما ايه بقى؟ ها، stressful، مسبب توتر، اسم فاعل، لان ما ينفعش اقول stressing، البديل بتاعها stressful اللي صح. طيب a call from a strange number، في مكالمه من رقم غريب، تمام، appeared on my phone، ظهرت على الموبايل بتاعي، عشان كده I didn't reply، appeared on my phone. 49. My brother Magdi usually يبقى around town، he likes، بحب riding bicycles، يبقى ايه على طول؟ سايكلز، يركب الدراجة. انما ريسايكل دي يعيد تصنيع شيء، دي حاجة تانية، او يعيد تدوير شيء. رقم 50 بيقول لي she was very ill، مريضة، for this not she was absent from، عشان كده غابت من المدرسة، يبقى for this reason، لهذا السبب، for this reason. اوكي، رقم سي. 51. I use the internet to get answers to some of the quiz questions، عشان احصل على اجابات لبعض اسئله المسابقه. answer كنون تاخد حرف جر تو، انما لو فيرب ملهاش حرف جر.
I believe that reading, بقول أعتقد أن القراءة مفيدة للناس of all ages من كل الأعمار. Useful to ولا useful for؟ الاثنين صح. يبقى إيه الاختيار هنا؟ الاختيار بقى أهو اختار الأخير A and B. يعني useful to و useful for الاثنين موجودين. Have fun. Have a nice time كده. فعل إيه؟ أمر. تمام؟ Have fun, my dear friend. The weather is so fine. طيب 54. Now people in Egypt have beans. Beans يعني الفول. For breakfast. معظم الناس في مصر تفطر فول يعني. تمام؟ ايه معظم هنا يا ترى؟ most ولا the most؟ دي نقطة مهمة كتير جدا دايما يسألوا فيها. لا هي most people على طول. انما the most of وراء اي أداة تحديد زي مثلا قولي the most of the people here in my village مثلا. are very kind أو poor أو غيره يكون فيه تحديد يعني إنما ده كلام عام فقال إيه most people على طول يبقى most والنون كلام عام حدد ممكن يقول the most of people the value of the dollar قيمة الدولار has gone not lately في الفترة الأخيرة ترى زادت ولا قلت it has greatly decreased يعني decrease يقل يبقى gone down يبقى go down يقل 56 بيقول لي don't not nervous ما تتوترش before exams قبل الامتحانات طبعا get nervous وبيأكد كده اهو بيقول be calm خليك هادي and concentrate on وركز على all questions كل الأسئلة اللي عندك 57 I am not familiar with modern technology مش متعود على المودرن تكنولوجي I am old fashioned أنا موضة قديمة طيب I must لازم أعترف إن I made a mistake إن أنا أخطأت when I left him لما أنا سبته waiting in the street for long سبته واقف في الشارع طبعا يعترف أو يقر admit ممكن أزود S هنا admit تانية دي عشان تبقى غلط 59 she usually not for women's rights ها دايما تدافع عن حقوق النساء تجادل أو تدافع عن اللي هي argue for argue رقم C تمام طبعا deny ينكر reject الأخير برضو دي يرفض are you not or against tablet exams هل أنت مؤيد أو معارض لامتحانات التابلت طبعا against معارض طب مع ها مؤيد are you for طب ينفعش أقول are you with لا are you for or against دايما كده أقول لك for ولا against مع ولا ضد طيب شوف بقى الجمل بتاع only for tubers يبقى فيها تفكير شوية بس زي ما احنا ما قلنا في الفيديو اللي فات احنا بيبقى جايبين على الكي فوكابلري الكلمات الرئيسيه بتاع الوحده زي ما جالنا في يعني او تحدد من مواصفات الاسئله يعني. All that gossip. Gossip دي يعني النميمه. That she told me about her friend اللي قالتها لي عن صديقتها ساره is pure invention. Pure دي يعني مجرد مش ناقي هنا. هنا معناها مجرد اختراعات من عندها يعني تمام يبقى invention that worker is a not بقول العامل ده كذا he obeys all orders بيتبع الأوامر without any thinking or discussion بدون أي تفكير أو مناقشة يبقى أنا بوصفه أنه هنا روبوت يبقى روبوت اللي إنسان الآلي ممكن أنا أستعملها عشان أوصف بها إنسان يعني مطيع بزيادة عن اللزوم أو بيطيع الأوامر بدون أي تفكير يعني أو مناقشة 63 بقول وين ذا تايد تايد دي اللي هو المد والجزر وين تنقط إلا من عاوزه إلا من المد والجزر انتهى the water of the sea flooded flood يعني تفيض مياه البحر فاضت over the land من فوق الإيه اليابس يعني طبعا هي went ها went out went out The production not must go forward doesn't يعني يجب ان تسير للامام so that we can have a strong economy عشان يبقى عندنا اقتصاد يقصد عجله الانتاج لابد ان تسير للامام طبعا عجله الانتاج يبقى production wheel wheel عارفين هي العجله بتاع اله مركبه بتاع اوكي وبرضه هنا مستعمل استعمال معنوي مفيش اي مشكله بيسموها figurative usage في الانجليزي طب exams are always دايما الامتحانات ايه بقى؟ فبقول I get anxious بتوتر and lose appetite وبفقد الشهية بتاعتي في اثناء الامتحانات يبقى الامتحانات قلنا
stressful اسم فاعل ما تنفعش stressing ما تستعملش. بيقول لي في 66 بقى ذا سينونيم، قلنا السينونيم دي اللي هي المرادف، يبقى عندنا سينونيم مرادف، انما انتونيم يعني اوبوزيت المضاد او العكس. بيقول لي المرادف بتاع كلمه هوريبل هو كلمه ها تيريبل، طيب فظيع او مرعب او مخيف، انما تيريفيك دي خلي بالنا تيريفيك يعني واندرفول، تيريفيك دي زي واندرفول بالظبط. طب ديلايتفول، ديلايتفول يعني شيء صار زي بليزنت كده، شيء باعث على السرور يعني. The antonym هذا المضاد بتاع كلمة entertainment، entertainment احنا عارفين يعني ترفيه أو تسلية. إيه المضاد بتاعها بقى؟ الملل، يبقى كلمة boredom. إنما amusement زيها، joy مرح برضو معنى قريب، merry برضو مرح نفس المعنى تقريبا بتاع joy. On being asked about his salary، لما سئل عن المرتب بتاعه، he got not and gave no answer، وما جاوبش، يزور او يراوغ يعني، يبقى جوت اراوند، جوت اراوند برضه دي من معاني جوت اراوند اللي عندنا. تو نوت مينز معناه تو كونفيس، بيعترف، او allow entrance يسمح لحد ايه بالدخول، زي القبول مثلا في المدرسه او جامعه او شيء من هذا القبيل. يبقى ايه الكلمه اللي بتدي المعنيين دول؟ طبعا دي كلمة ها بيرميت، دي كلمة بيرميت. بس خلي بالنا بقى بيرميت ده لما يكون معناها كونفيس يعترف، النون بيرميشن يعني بدل التي اس اس اي او ام، ولما يكون معناها اللو انترنس يسمح بالدخول، يبقى النون منها بيرميتنس، اضعف التي وازود اي ام سي اي، دي معلومة مهمة خلي بالنا. أقولها تاني، بقول بيرميت يسمح، تمام، لها تو ناونز حسب معناها، إذا كان معناها يسمح يعترف بشيء تمام يعترف، يبقى النون بيرميشن اس اس اي او ام، إذا كان معناها يسمح بدخول مدرسة أو جامعة يبقى النون بيرميتنس، بيرميتنس. طيب This is my not uniform. ازاي رسمي او اليومي؟ I wear it daily. اي ديلي يعني يومين. يبقى هنا every day المتصلة المنفصلة، المتصلة طبعا اللي هي التانية. Adjective صفة لمين؟ لليونيفورم. انما every day الاولانية دي طبعا مفصولة، دي ظرف مش هتنفع هنا طبعا. تمام كده؟ دي الجمل اللي هي only for toppers اللي معانا. طيب نخش بقى على الجرامر، الجرامر هنا برضو من الجرامر اللي هي حالات اف احنا عارفين، وبعض البدائل بتاعتها هنشوف كده ايه مع بعض. If I see him I know him a lift، him a lift هنا يقصد ان انا ايه هوصله، انا يعني لو انا شفته هوصله بالعربي، يبقى I'll give him a lift. ليه will give؟ حالة أولى. If وراها سي مضارع بسيط، يبقى أنا عاوز في جواب الشرط will او can او may او must او should او ought to او had better او would rather زائد الايه المصدر. look out يعني احصل، حاسب، خلي بالك. the table not if you stand on it، الترابيزه احصل لها لو انت ها وقفت عليها، طبعا will collapse. ليه will collapse؟ حاله اولى، ما انا عندي بعد if او stand مضارع، يبقى حاله اولى، يبقى جواب الشرط will collapse. If I find your passport، لو أنا لقيت جواز السفر بتاعك، قول هبلغك أو هتصل بيك في الحال، يبقى I'll phone، يبقى will phone. ليه will phone؟ عشان if I find مضارع يبقى حالة أولى، يبقى will المصدر في جواب الشرط. If he not in bad light، لو هو بيقرا في ضوء سيء، he will ruin his eyes، يعني هيضر عينه، طبعا حالة أولى، يبقى if he reads in bad light. طيب she won't open the door، مش هتفتح الباب، unless she not who it is، لما تعرف مين اللي بره، يبقى unless she knows. ليه بقى؟ عشان هنا won't، ماشي، بحالة ايه اولى مضارع knows. واحد يقول لي ايه who it is، ازاي هو عاقل وعلى it؟ عادي، ما هو شخص مجهول ضمن it اللي بتستعمل في انجليزي للعاقل،
في اكتر من حاله، من ضمنها شخص مبهم او مجهول بالنسبه لي، او مش شايفه في الضلمه مثلا، او هو از ات سبيكينج، مين بيكلمني مثلا ان ذا دارك، بيبي صغير ما اعرفش ولد ولا بنت، اقول برضه عليه ايه ات، تمام. وفي ات مع العاقل للتاكيد، اقول ات ووز ويل ذات ديسكفر ذا فيمتو سكند، وهكذا. نمبر 6 بقى، if you don't believe what I say، لو انت مش مصدق اللي انا بقوله، not your mother، اسال. يبقى اسال فعل ايه؟ امر، يبقى ask. ما تجيش تقع بقى في جمله زي دي في الامتحان وتقول will ask، عشان دونت مضارع يبقى تقول ماذا. لا، ركز ان هنا مفيش فاعل، بعد الكوما مفيش فاعل، يبقى على طول انا عاوز فعل امر. نمبر 7، if you not go away I'll send for the police، لو ما بعتش هطلب الشرطة. يبقى if you don't go away، حالة ايه؟ حالة اولى. طيب نمبر 9، I not keep a horse if I could afford it، افورد يعني اتحمل ماليا لو معايا فلوسه يعني، يبقى على طول I would، ليه؟ حالة اولى، بعد if في عندي ماضي بس. نمبر 10، I'd offer to help، هعرض المساعدة if I thought I would be in use، لو اعتقدت ان انا يعني هبقى مفيد يعني، يبقى would حالة ايه تانية. 11، you wouldn't have got into trouble if you had obeyed، حالة ايه تالت، يعني instructions تعليمات. if I had known you're not in hospital، لو نعرف ان انت كنت في المستشفى، I would have visited you، كنت أزورك. طبعا if، طبعا هنا had known ماضي تام، الحالة التالت يبقى الواقع بتاعك ماضي بسيط، يبقى if you ها أو I had known، if I had known you were in hospital. طب if I were you، لو أنا منك، I not travel abroad، أعمل كذا، يبقى طبعا should، لا طبعا غلط. ليه غلط؟ خلي بالك، لأن if I were you أسلوب نصيحة، وشد نصيحة، ما يجوش مع بعض دايما، ما فيش تكرار في جملة إنجليزية. أمال إيه الصح؟ would طبعا. if I were you I would travel abroad to work there، فهمنا؟ ده السبب. طب ركز معايا في البدايل بقى، it rain I'll stay at home، خلي بالك I will حالة أولى، إيه اللي تنفع هنا مع it rain وحالة أولى؟ should، should فاعل مصدر، تمام كده. طب 15، نفس الجملة بس قال لي I would حالة تانية، برضو should، يبقى should فاعل مصدر بديل الاف، سواء حالة أولى زي 14 أو حالة تانية زي 15. 16، it to rain، إيه اللي بقى فاعل تو مصدر؟ إيه التركيبة دي؟ أيوة دي على طول وير فاعل تو والمصدر اللي هي من بدل الاف في الحالة التانية. 17، not I enough money I would buy a car، I would buy طبعا حالة تانية، اللي ينفع هنا حالة تانية مع هنا طبعا هتبقى ها قول معايا هتبقى had، لأن الجملة أصلها if I had enough money، حذف if وقدم الفعل على الفعل. 18، not I had enough money I would have bought، would have bought دي يبقى ده جواب شرط الحالة التالتة اللي هي ماضي تام، أنا عندي هنا had بس، يبقى هي أصلها had I had، اختصار او بديل لمين؟ if I had had enough money، تمام كده. 19، if you knew you had only a week to live، لو انت عرفت ان انت قدامك اسبوع بس هتعيشه في الحياة، how ده تخيل، ها يبقى how would you spend، طبعا عارفين الحالة التانية بتعبر عن افتراض عكس الواقع او يعني موقف تخيلي زي الجملة دي بالظبط. طيب 20، if I had realized، انا ادركت ان the traffic lights were red، الاشارات كانت حمراء، ايه بقى كنت عملت ايه؟ I would have stopped، حالة ايه؟ تالت، would have تصريف تالت. طب if you had spoken more slowly، لو انت اتكلمت يعني ببطء ها هيفهمك او كان هيفهمك، ف I had spoken برضه ماضي تام، يبقى انا عاوز حالة تالتة، جواب الشرط هنا اللي ينفع might have understood. طب 22، عاوز اقول لولا المدرسين كان معظم الناس بقوا ignorant، جهله، تمام. طبعا هتبقى but for، في هنا فراغ اللي بقى
يبقى لازم معاه مين؟ but for، لولا او بدون، اللي هي بتساوي without، اللي هي بتساوي دي apart from، apart اللي هي في الاخر دي، بس طبعا بيبقى عاوزه from معاه. 23 نفس الجمله، بس انا شلنا مين؟ من غير for يعني، يبقى اللي ينفع ها على طول without teachers most people would be ignored. 24 نفس المعنى او نفس الجمله برضو، في for هنا اهو، teachers most people would be ignored. ها يبقى but for، لا مش هتنفع، اصل هنا for وفي في الجمله كمان for، مش هينفع طبعا. امال ايه؟ if it weren't، if it weren't for، تمام؟ ها لولا او بدون، ودايما دي حاله ايه؟ تانيه. انما في if it hadn't been for، حاله ايه؟ تالته اعتقد اللي وراها اهيت على طول. نقط فور برايمري ستيج تيتشرز، عاوز اقول لولا المدرسين بتوع المرحله الابتدائيه I wouldn't have learned، ما كنتش اتعلمت how to read and write، ازاي اقرا واكتب. يبقى if it hadn't been for، الاختيار الاخراني. طيب 26 unless you not careful، لو انت مش حريص you will make اكس، هتعمل حوادث. will make حاله اولى يبقى مضارع unless you are، عارفين unless هي زي حالات اف بالظبط، بس طبعا بتديني معنى النفي. 27 unless you not careful، يو هنا بقى ما قاليش will make زي اللي فات، اللي فات كان بيقول will make، لا في 27 هنا بيقول لي would make، يبقى حاله ايه؟ تانيه، يبقى unless you were careful. 28 unless you not careful، طبعا انا بقول لكم جمل متشابهه شويه بحيث يعني الفرق يوضح بين الحاله دي ودي وهكذا وتركز اكتر. في هنا اهو في 28 جواب الشرط قال you would have made an accent، يبقى ده جواب الشرط الحاله الثالثه. ايه الحاله الثالثه هنا؟ ماضي تام past perfect، يبقى had been، if you had been او unless you had been careful you would have made an accent. طيب 29 بيقول لي you will catch cold، هيجي لك برد if you not change your wet clothes، لو ما غيرتش الملابس المبتله اللي انت لابسها دي. طبعا will catch جواب شرط الحاله اللي هي الاولى، يبقى هنا مضارع don't. if anyone attacked، لو اي حد هاجم my dog not at their throat، ها الكلب مسك في رقبته على طول زي ما بنقول. هنا attacked ماضي، حاله ايه؟ ثانيه، يبقى الاجابه الصح would jump، would jump. not you don't care for your study، لو ما اهتمتش بدراستك I'll punish you، يبقى ايه الصح هنا؟ ها unless you don't، طبعا غلط. ليه؟ لان انا عندي اهو don't لسه قايلين عشان النفي، امال ايه الصح؟ يبقى if بقى، if you don't care، تمام كده؟ انما لو unless كان قال لي unless you care على طول. طيب 32 اهي نفس الجمله وشيلت النفي، يبقى على طول لسه قايلين حالا، يبقى مين؟ يبقى unless you care for your study. 33 not you to care، فينا تو خلي بالك، for your study I would help you، يبقى على طول لسه قايلينها من شويه where فاعل to المصدر اهي، يبقى where you to care بدائل if الحاله الثانيه. 34 if he مش عارف بقى read ولا read، لا طبعا ما فيهاش اس يبقى ماضي read، طالما ماضي يبقى حاله instruction، طبعا دي تعليمات. بقول لو كان قرا التعليمات هي نقط ميك ميستيك، طبعا حاله ثانيه ريد، يبقى وود، يبقى وودنت ميك، يبقى وودنت ميك ميستيكس، ما كانش ارتكب الاخطاء دي. طيب 35 اف هي هاد ريد، ده ماضي تام، يبقى حاله ثالثه. طب انا عندي وود هاف تصريف ثالث وعندي وودنت هاف تصريف ثالث، يعني الاثنين ينفع. المعنى بقى حته الاثبات والنفي دي حسب المعنى. بقول لو كان قرا التعليمات كويس ما كانش عمل الاخطاء دي، يبقى wouldn't have made. طيب 36 if he، اللي بقى هنا reads، لو بيقرا التعليمات، انا بتكلم عموما بالمضارع، يبقى حاله ايه؟ حاله اولى. بقول لو بيقرا التعليمات كويس مش هيرتكب اخطاء، يبقى he won't make، الاختيار رقم B he won't make. if there is no train، لو مفيش قطار هضطر انتظر اللي بعده، هضطر انتظر، يبقى will have to، will have to wait for another one.
خلي بالك دايما طالما ويت في مفعول يبقى لازم فور، ما ينفعش اقول مثلا انا انتظرك اي ويت يو، لا لازم اي ويت فور يو. 38 اف يو ورك هارد مضارع يبقى يو نقط جيت جود فود، مؤكد ان انت هتحصل على ثمره جيده لاجتهادك، يبقى ار تو، ار تو يعني زي ماست تمام، او من او يو ار سبوزد تو، من المفترض ان انت هتجني ثمره جيده، ده معنى الجمله يعني. 39 بيقول if you want، لو انت عاوز to join تلتحق ب faculty of medicine كليه الطب، يجب عليك يبقى you not study very hard، يبقى لازم تذاكر بجد، يبقى الاجابه هنا must، شيء necessary ضروري ان انا اعمله. طب 40 if you are free نقط me the email at once، لو انت فاضي ابعت لي الايميل حالا. ابعت هنا اهي بعد الكوما الجمله الثانيه يعني الجزء الثاني مفيش فاعل، يبقى فعل ايه؟ امر على طول، يبقى الاجابه سنت. تمام كده؟ طيب تعالى بقى الاونلي فور توبر زي هنا في الجرامر. if there is a fire لو في حريق اطلب رجال call the fireman، برضو فعل امر اللي كنا لسه بنتكلم فيها. If there were a storm لو في عاصفة I wouldn't go swimming مش هخرج للسباحة. But there isn't، ازاي دي بقى؟ خلي بالك، ما احنا قلنا من شوية ان اف في الحالة التانية بتعبر عن افتراض عكس الواقع، يعني الواقع بيبقى شيء وانا بفرض عكسه. الواقع ان there is، ده الواقع بقى، ما هو طالما قال لي but لكن دي يبقى بيرجع للواقع. تمام؟ بقول لو فلان ده يذاكر كان يجيب درجات كويسة، لأن الواقع العكس. فنقول لكن ما بيذاكرش، يبقى لكن دي وراء الواقع، يبقى there is not، يبقى الماضي البسيط هنا الحالة التانية، الأصل فيه طبعا المضارع البسيط اللي هو كلمة isn't. 43 if you had taken my advice لو عملت بنصيحتي you not in hospital now ما كنتش بقيت في المستشفى دلوقتي. ها طبعا دي هتبقى would be، ازاي يا مستر ده انا عندي هنا had taken ماضي تام، يبقى الطبيعي مثلا would have been اللي هي الحاله الثالثه. اقول لك لا ركز كده في المعنى، if you هنشوفها كده تنفع would have been ولا لا. if you had taken ماذا لو انت عملت النصيحه you would have been، طب would have been دي جواب شرط الحاله الثالثه، الحاله الثالثه اللي هي اصلها الماضي. طب وبقول in hospital ايه now، خلي بالك دي حاجه بقى اسمها mixed if. mixed if يعني يبقى في جزء من الحاله الثانيه مع جزء من الحاله الثالثه، تيجي ازاي؟ بيبقى عندي اصلا الجمله فيها جزئين في زمنين مختلفين، جزء مثلا في المضارع وجزء فين في الماضي. زي ما نقول مثلا المدرس بتاعي لو انا كنت عملت بنصيحتك ما كنتش انا بقيت في الوضع السيء اللي انا فيه دلوقتي ده مثلا. If I had obeyed your advice I wouldn't be sad now مثلا. فهمنا؟ يبقى دي بنسميها mixed if. بتيجي امتى بقى تاني؟ في جزء من مضارع وجزء ماضي، عشان كده سموها ميكسد يعني. طب if ice not it melts يذوب او ينصهر، if ice ها heat ولا heats؟ هدول الايس مفرد يبقى heats، اقول له لا الصح is heated. ليه؟ باسف، ما هو التلج بالشاي هيسخن نفسه، لا يتعرض لدرجه حراره يبقى is heated. 45 if there is heavy rain قول لو في مطر غزير I not at home I stay at home. دي zero conditional مضارع مضارع، حتى بيأكد اهو it's habitual. habitual يعني something usual، يعني شيء معتاد، جاي طبعا من كلمة habit. يبقى I stay، خلي بالك ما تغلطش بقى وتقول stays، الاس طبعا ما هيش وقت، وانا عندي الفعل هنا مين؟ I، مش هينفع. 46 not there is heavy rain I remain outdoors indoors. remain يعني يبقى او يظل، بيقول لي لو في مطر غزير غالبا ببقى اندورز داخل ايه المبنى ما بخرجش يعني. اف فين هنا؟ ما فيش اف، يبقى ايه البديل بتاعها هنا؟ وين، وين ذير از هيفر، عندما يكون هناك مطر غزير، نفس المعنى طبعا. طب اف يو ديزاير لو انت بترغب تو امبروف يور انك تحسن اللغه بتاعتك يو هاد بيتر، هاد بيتر بيجي وراه ايه؟ مصدر بدون تو، يبقى سبيك تو نيتيف سبيكرز هم اهل اللغه يعني او اصحاب اللغه. نفس الجملة تقريبا if you desire to improve your English you ought ought عايزة to ought to speak to native speakers. طب if you are free لو انت فاضي not mind عندك مانع يعني buying me the paper تشتري لي الجريدة
طبعا مايند يبقى عايزه ها يو وود، مظبوط؟ لا طبعا. ليه؟ خلي بالك دي صيغه سؤال، صيغه طلب. يبقى بدل يو وود اختار ها وود يو، زي ويل كان يو كود يو زي ما احنا عارفين. يبقى الصح هنا وود يو، وود يو مايند. واحد يقول لي ازاي وود وانا عندي هنا اصلا ار مضارع، يعني حاله اولى. اقول له ما هي حاله اولى، اي ما وود دي مش ماضي، ده تركيبه الطلب. عارفين دايما الباست فورم صيغه الماضي في الطلب بتبقى مور بولايت في انجليزي دايما من صيغه الايه؟ المضارع. اف نوت اوف ايجيبشن كوت اي ويل باي ذا تيشيرت، القميص ده لو مصنوع من قطن مصري، قطن مصري اشتريه. يبقى اف ميد اوف ايجيبشن كوت. ايه اف ميد؟ تصريف ثالث، اسم مفعول زي ما قلنا من شويه. اصلها اف ات از ميد، اف ات از ميد اوف كوتن اي ويل باي كذا. تمام. تعالى بقى للفيل ان، اول قطعه عن السبورت. بول سبورت از نوت جاست، مش مجرد بلاين جيمز، ات از ا مينز. ا مينز اي، مينز دي وسيله ووسائل، هي نفسها كده زي ما هي مفرد وجمع، بس عشان هنا اتكلم عن حاجه واحده اللي هي رياضه، مفرد يحط ا قبلها وهي زي ما هي. يعني مش معنى ان حطيت ا هنا بقى الاس تتشال، لا زي ما هي. بقول هي وسيله تو برينج اول نيشنز توجذر، ان انا بجمع بقى الشعوب مع بعض. ات هيلبس سترينثن، تساعد على تقويه ذا ماتشوال تايز، العلاقات المتبادله. ماتشوال دي يعني متبادل، زي في الفيسبوك كده يقول لك ماتشوال فريند، صديق مشترك يعني، او متبادل بينك وبين حد. تايز دي علاقات زي ريليشن شيبس بتوين جروبس او نيشنز. ذا مور يعني ايه ذا مور؟ كلنا. ذا مور ذا مور او ذا مور اي ار او كده حسب الجمله. The more we get close to، كل ما نقترب من الآخرين بقى ذا رقمي بقى the more هنا understanding we have، كل ما يبقى عندنا في تفاهم أكتر. We not encourage doing sport، we should encourage، يجب نشجع على ممارسة الرياضة at schools as it promotes، يعني promotes يعني تشجع على social values، بعض القيم الاجتماعية such as زي sharing المشاركة، tolerance التسامح، and fair competition واللي احنا بنقول عليها المنافسة الشريفة يعني أو النزيهة. A sound mind طبعا is in a sound body، العقل السليم في الجسم السليم. اتنين، بيقول لي مجدي يعقوب is a great surgeon، جراح عظيم، and the heart researcher وباحث في مجال القلب. He traveled to England and the USA. He is famous all over the world. He يبقى performed. He has performed. مضارع تام لسه مجدي يعقوب موجود، ربنا يديله الصحة. A lot of successful heart transplant operation. عمل كثير من عمليات زراعة القلب. In the United States في الولايات المتحدة. He is called، يسمى the medicine myth. أو myth of medicine، أسطورة الطب. He has established، أنشأ a charitable، تمام، a charitable organization أو a charity in أسوان، مؤسسة خيرية فين؟ في أسوان. Although يعقوب is in his 70s، إنه في السبعينات، he still works، ما زال يعمل، and يبقى a difference in people's lives، ها طبعًا، وما زال بيصنع الفرق اللي هي makes a difference، makes a difference in people's lives. ثلاثة، زويل was one of the best scientists in the world، كان من أفضل علماء العالم. He not the femtosecond، طبعا discovered the femtosecond and helped other scientists to develop their medicines. He won the Nobel Prize for Chemistry. أحمد زويل يبقى very sensible views، views وجهات نظره، sensible يعني wise، عاقل او حكيمه، كان عنده وجهات نظر عليه. يبقى هي هاد فيري سنسبل فيوز اوف ديفلوبينج اور educational سيستم، لتطوير نظامنا التعليمي. هي ليفد ان ذا يو اس اي بات هي نيفر، يبقى ايجيبت ده كان عمره ما نسي مصر. هي ماضي بقى طبعا، انا بحكي عن في الماضي كله. اسم المتوفى دايما اشاره للماضي. هي نيفر فورجوت ايجيبت هيز هوم لاند، موطنه يعني. Before he died he demanded، طلب ان هو يدفن في مصر. يبقى to be buried، عشان باسف يعني، to be buried جاي من بري يدفن.
قطعة رابعة فاروق الباز is the greatest space scientist and geologist. He was born in Zagazig. He studied at in Shams University but traveled to the United States to complete his studies عشان يكمل دراسته هناك. He worked on Apollo project يبقى خلي بالك دي which landed men on the moon اللي هبط الانسان على سطح الايه القمر. وبعدين بيقول هي بروفايدد اس زودنا بيه انفورميشن معلومات عن اندر جراوند ووتر اللي هي المياه الجوفيه ان سيناي توشكا اند ذا ويسترن ديزرت الصحراء الغربيه. القطعه الخامسه دكتور مصطفى السيد از سبيشالست متخصص ان نانو ساينس. يعني ايه نانو ساينس؟ علم اللي بيدرس الاشياء الدقيقه. which is interested in the small units of كذا. واحد يقول لي يا مستر دي ويتش تبقى هو عشان هو از انترستد على دكتور مصطفى. قال له لا انا يعني يقصد النانو ساينس اللي هو العلم نفسه اللي بيهتم بدراسه اهو small units of things الاشياء الصغيره او الوحدات الصغيره للاشياء. هي نوت اواي عاوز يقول ابتكر طريقه او اكتشف طريقه. هي discovered او created a way of ايه بقى كانسر يقصد علاج السرطان of treating جيرم. ليه جيرم؟ عشان of طبعا حرف كر treating cancer using gold استخدام الذهب. his work helps other scientists to discover new important things. تعالى بقى لي translation. أول واحدة robots are used for many purposes تستخدم أجهزة الإنسان الآلي لأغراض عديدة around the world حول العالم أو في كل أنحاء العالم. they are used فهي تستخدم to do hard dirty or dangerous work للقيام بالأعمال الصعبة أو القذرة أو الخطيرة like fighting fires مثل مقاومة الحرائق مثلا. They are also used وأيضا يتم استخدامها لأجهزة الإنسان الآلي to do housework القيام بالأعمال المنزلية and other things وأشياء أخرى. Number two it is a must to قلنا a must قبل كده noun ضرورة زي necessity to rationalize يعني rationalize يرش الاستهلاك باستخدام النايل ووتر باستخدام مياه النيل. to as each as هنا يعني because each drop كل قطرة of water كل قطرة ماء has its value لها قيمتها value يعني قيمة. economize on اقتصد في using water استخدام المياه even when you are on a running river حتى ولو كنت على نهر جاري اللي احنا اقتبسناها من الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. Water is the origin of his life. الماء أصل الحياة أو منشأ الحياة. Number three, space exploration اللي استكشاف الفضاء is extremely important مهمة للغاية as its results لأن نتائج يعني استكشاف الفضاء are exploited نتائج استكشاف الفضاء تستغل exploit دي طبعا يستغل for man's welfare من أجل رفاهية الإنسان ورخاءه أو رخاء ورفاهيته اللي هو الفير أند بروسبيريتي رخاء ورفاهية. Scientists are doing research يقوم العلماء بالأبحاث to study the possibility إمكانية of man's living in space إمكانية أن يقوم الإنسان بالمعيشة في الفضاء. Number four youth mustn't be marginalized يعني marginalized يهمش marginalized لا يجب أن نهمش الشباب في our society في المجتمع. We are in the bad طبعا the bad B-A-D we are in bad need of يعني bad need of في حاجة مسة إلى their power قوتهم أو طاقتهم اللي هم الشباب يعني strong will and determination عزيمتهم وإرادتهم القوية. Side by side with جنبا إلى جنب مع the experience of the old مع خبرات الكبار أو كبار السن.
نمبر 5 مودرن رودز، الطرق الحديثة، اند بريدجز، الطرق والكباري الحديثة. فاسيليتيت يعني فاسيليتيت يعني ميك ات ايزي، تسهل. ذا ترانسبورت، عملية النقل او المواصلات. اند ذا فلو اوف ترافيك، وتدفق المرور او سيولة المرور يعني، او سهولة المرور. ترافلينج ترافلينج industrial zones has become easier. Traveling to السفر ل industrial zones، المناطق الصناعية، has become easier، أصبح أسهل and more comfortable for laborers. أسهل وأكثر راحة بالنسبة لي laborers يعني workers، العمال. تمام كده؟ طيب نشوف بعد كده الجمل بقى الايه اللي هي from Arabic to English. تمام، اول جملة بيقول لي ايه؟ يجب ان نستغل التكنولوجيا الحديثة في كل مجالات الحياة. يبقى modern technology should be on استغل دي من شوية exploited اللي هي جت في الجمل العربي اهي، كانت في الجمل العربي اهي اللي هي رقم 3 اهي، exploited او made use of في كل مجالات الحياة، in all fields of life. لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب القيم الإنسانية، but it shouldn't be يعني على حساب at the expense of a expense e x p e n s e at the expense of human values، القيم الإنسانية human values. number two، يزودنا العلماء بكل يوم بالاكتشافات والمخترعات الجديدة. يبقى every day scientists provide us with new discoveries and inventions. طبعا discoveries اكتشافات ومخترعات inventions. وذلك لخدمة البشرية. وذلك نمسون بقى so بعدين ترجع تقول to لا قول to serve على طول. to serve humanity أو for serving humanities humanity and their comfort. comfort راحة. نمبر 3، يجب على كل مواطن مصري أن يعتبر نفسه مرشدا سياحيا. Every Egyptian citizen should consider themselves، يعني citizen مذكر مؤنث فالضمير يبقى themselves، مرشدا سياحيا، a tourist guide طبعا، وأن يكون على دراية كاملة بحضارته. And be completely aware of، على دراية به أو على علم به، aware of. aware a w a r e our civilization للحضارة، ويجيد التعامل مع السياح and deal well with tourists أو deal tourists very well. أربعة، لكي تنجح أي محاولة لإصلاح لابد من توفير المناخ الجيد. يبقى أعملها دي إزاي؟ أقول to make any attempt أو trial for الإصلاح بقى reform r e f o r m لابد من توفير المناخ الجيد، يبقى we should provide good atmosphere، طبعا المناخ هنا مش هتقول climate بقى، لا atmosphere، والبيئة الملائمة suitable environment لتلقي أو لتلقي أي تطوير في أي من مناحي الحياة. يبقى to receive any أو to have any development in all fields of life. خمسة، تعمل الدولة جاهدة على محاربة البطالة. يبقى the government works hard to fight البطالة طبعا unemployment أو joblessness أو idleness بإقامة مشروعات صغيرة by setting up أو by establishing small projects وتقديم تسهيلات كبيرة للشباب and provide أو offer ممكن تسهيلات كبيرة للشباب great facilities for youth for youth. طبعا هنا احنا بنحاول نجيب طبعا موضوعات بقى تفكير مقترحة تكتب فيها future lifestyles المطاعم في المستقبل او education in the future تصورك للتعليم فين في المستقبل. تمام، تعالى التست بقى. some migrating birds بعض الطيور المهاجرة كان ايه بقى by the moon طبعا navigate. Her name is not, but I can't quite call to mind. مش متذكره، يبقى ها
but I can't quite call to mind where I have heard it. يبقى unfamiliar. Unfamiliar. The thieves abandoned. Abandoned يعني left أو deserted. يهجر. They're not near the scene of the robbery. سابوا المركبات بقى بتاعتهم قرب من مشهد السرقة and run off. طبعا vehicles مركبات. Number four, there was a lot of positive note on your article about parenting. طبعا تغذية راجعة بقى اللي هي feedback. تغذية راجعة إيجابية يبقى feedback. If I don't know how to get somewhere, I use طبعا بستخدم جي بي اس احنا عارفين. The ground positioning system. The note of silicon chip اللي هي الشريحة يعني was a landmark علامة فارقة in the history of the computer في تاريخ الكمبيوتر يبقى ديت the invention الشريحة طبعا دي اختراع تمام. Number 7 a website may have many different web pages for you to not on and explore طبعا to click on. There are too many even not shows on television these days طبعا هتبقى quiz shows مسابقات تافهة يعني. It's important that children are able to use the GPS. لا طبعا هنا الأساس بالنسبة للأطفال إنهم يعرفوا يستخدموا الإنترنت عموما سيفي يبقى the internet. He doesn't like to be too familiar not his stuff تمام. هنا هتبقى إيه بقى؟ هتبقى familiar with معروف لدى الستاف هيئة العاملين بتقول معايا يعني. طيب if some of you may have already completed section 1 not you can go on section. لو كده ممكن تنتقل للجزء اللي بعده طبعا هتبقى مين؟ هتبقى if so ان كان كذلك او كان الامر كذلك. If you don't mind لو انت ما عندكش مانع I not finish my coffee before we leave. I طبعا ها خلي بالك would rather وهتقول ازاي don't مضارع وهنا would لا ده دي مش would ده دي would rather زي would like دي مضارع اصلا. طب انا عندي would like اهو بس هي عاوزه ايه to طب ما فيش to في الجمله. 13 what is a miracle ممكن يعني معجزه ال will بوب كورن is a miracle بوب كورن اللي هي الفشار يعني is a miracle if you don't know لو انت ما تعرفش how it's made تمام يبقى don't know. 14 طبعا should البدل بقى اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه should you need لو انت محتاج any further assist اي مساعده اضافيه please don't hesitate to ask ما تترددش انك تسال يعني. طيب we could have some fresh air if you not at the window طبعا if you opened حاله ثانيه. we not to leave without him هنضطر نمشي من غيره if he doesn't arrive in the next 10 minutes طبعا doesn't مضارع يبقى حاله اولى will have to fill in رقم واحد نقولها كده على السريع تبقى although their hair was actually very long نتكلم على بعض الفرق اللي هي موجودة طبعا في أوروبا. رقم بي رقم بي if they طبعا هتبقى had long hair اللي هي شعر طويل. رقم سي هتبقى them ممكن اقولها them of course it was كذا. والاخيره it would grow to nearly 10 meters would grow ليه would عشان حاله ثانيه if the average man رجل معدل متوسط never trimmed his beard لو ما هزبش اللحيه بتاعته يعني. قطعه برضه بتتكلم عن التكنولوجيا حابين اجيب برضه قطعه بتتكلم عن موضوع قريب من موضوع روبوتس وكده. أول سؤال بيقول to get the most correct output يبقى كمبيوتر requires بيتطلب إيه؟ طبعًا رقم دي اللي هي highly accurate program برامج دقيقة جدًا. Without computer بدون أجهزة الكمبيوتر اللي يحصل رقم B life would be much more difficult الحياة تبقى أصعب كتير. ده بس تايتل أفضل عنوان هنا للقطعة ممكن يكون إيه؟ computer and man. الكمبيوتر والإنسان. طب according to the best a computer programmer is ها إيه من هو المبرمج؟ طبعا رقم C the person
who has the ability to program computers using special languages. تمام كده؟ هنا بقى أسئلة الكريتيكال. What jobs؟ إيه الوظائف اللي ممكن الكمبيوتر يقوم بيها؟ بيقول لي mention، اذكر يعني three only. طبعا في هنا جزء كبير موضحها خالص هنا هي للفانكشنز الموجودة عندك من أول الجزء ده أهو، أحدد أنا عليها بالماوس. A computer can easily perform simple and complex calculation، عمليات حسابية. حاجة تانية وطالب تلات، it can record all kinds of information، it can sort material either alphabetically or in number sequence، it can classify، ممكن يصنف أو report and edit، يعدل information that is button، وهكذا. طيب السؤال اللي بعده اللي هو 23، why do some people react negatively؟ ليه احيانا بعض الناس بتتفاعل سلبيا مع التكنولوجيا؟ في ناس كده بتبقى رافضه الجديد دايما اهو، زي ما قال في القطعه هنا they always resist the new، they always resist the new، بعض الناس طبعا مش كل. طيب عندي بعد كده بيقول لي ايه المينينج او ايه المعنى كلمه pay off اللي هو احنا محددينها هي بي اوف هنا، يعني جين بروفيت، جين بروفيت يعني نجني ثمرها، او جين فروت، فروت برضو ثمر جي. اخيرا الترانسليشن، يجب خلق توازن بين منافع التكنولوجيا ومخاطرها المحتمله، او وي شود كرييت ا بالانس بتوين منافع، طبعا فوائد، ذا بينفيتس او ادفانتجز اوف تكنولوجي، ومخاطرها المحتمله اند اتس possible risks أو dangers، خاصة ونحن نعيش في عصر يعتمد فيه الناس أساسا على التكنولوجيا. Especially we live in an age where يعني in which يعني people depend on أو basically depend on technology. Translate into Arabic eradicating illiteracy، يعني illiteracy الأمية، كلمات المهم. Eradicating التخلص من أو محو الأمية يساعد على rehabilitate يعيد تأهيل large amounts of people أعداد كبيرة من الناس and help them ويساعدهم على find suitable jobs إيجاد وظائف مناسبة and to live a decent and productive life إنهم يعيشوا حياة كريمة و productive يعني حياة منتجة. وأخيرا write an essay، اكتب essay عن pros and cons of modern technology لمزايا وعيوب التكنولوجيا الحديثة. كده يبقى وفينا معاكم إن شاء الله اليونت 8 كلها، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. شكرا.